ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مع بعض اليوم الـ22 مع بعض. انا معلش ان انا عمار بيطلع معايا، بس عمار ما ينفعش ان هو يفضل يعيط على طول. انا مش طالعه والله بتمنظر بيه، عشان في كذا كومنت جالي على الموضوع ده. ما ينفعش، الدكتور قال ما ينفعش ان هو يعيط، ما ينفعش ان انا اسيبه يعني يعيط. فعلى طول شايلاه في الحماله كده، ما بسيبوش، فمش طالعه بيه منظره والله ولا حاجه ابدا. ما انا كانت سمسمه معايا، بس كانت سمسمه عادي، مكنتش بطلع بيها، لان هي كانت الحمد لله ما كانتش بتزن زي عمار. وعمار برضو تعبان، فما ينفعش ان هو يعيط. فالدكتور هو اللي كان قايل لي ان هو ما ينفعش تسيبيه يعيط، فبس هو ده سبب ان انا بيطلع معايا. انا يعني بطلعه معايا بالعافيه، بس ما ينفعش ان انا اسيبه دايما شايلاه. تمام كده بنات. فكنت عايزه اجاوب على حاجه تانية برضو. في بنت لقيتها كاتبه لي كومنت النهارده بتقول لي انا من ساعه ما شفتك وانت زي ما انت، وانت بتاكلي كميات وبتاكلي بلاوي وكلام كده. يعني الكلام الموضوع ده يعني بصراحه، بس انا ايه يعني، انا ما كنتش عايزه اقول بصراحه، ما كنتش عايزه ادي اهميه، بس الكلام ده ضايقني وخلاني وزنت النهارده. وفي ناس برضو شككوا في كلامي ان الموضوع البريود ما بتوزنش، لا البريود بتوزن، عشان كده انا وزنت، عشان البريود خلصت اول امبارح بعد الميزان، من اليوم 20 خلصت بالليل، فعشان كده وزنت تاني النهارده. فهنشوف بقى انا خسيت قد ايه. عايزه اقول لكم انا فرحانه جدا جدا بالوزن اللي انا نزلته، وانتوا اكيد لما تشوفوا برضه هتفرحوا لي باذن الله، وان كلامي صح والله، كلامي مش غلط، ان انا اي حاجه بعملها او بقولها بتبقى صح ومتاكده منها، مش بضحك على حد. فيلا بينا بقى نبدا يومنا ونشوف هنعمل ايه، عشان قبل ما الولاد يجروا ورايا. يلا بينا نبدا. فانا مش عارفه يعني، حبيت ان انا اوزن، قلت اشوف نفسي ايه الاخبار قدامكم. كام؟ كام؟ 100. يس، انا قلت لكم يا جماعه ان البيرم بتوزن ياما. اطلع تاني. مية. عايزه اقول لكم ان انا قلت اوزن تاني. هو طبعا احنا قلنا كل 10 ايام، بس بصراحه حسيت ان انا عايزه، كنت اثبت للناس ان فعلا البريود بتشيل كتير كتير من الوزن. فالحمد لله يعني شايله اكتر، كانت من 2 كيلو، وبعدين كمان عشان اليومين دول انتظمت برضو. فالحمد لله، مش عارفه اقول لكم انا فرحانه قد ايه بجد. انا يعني اول مره في 10 ايام اللي فاتوا دول اول مره اوزن تاني، بس صممت، عشان في ناس كتير قالت لي لا البرت مش بتوزن والكلام ده غلط والكلام ده مش عارفه ايه وكده يعني. فانا مش بقول لكم حاجه مش حصلت معايا بجد، انا بقول لكم كل اللي بيحصل معايا بجد، واي حاجه بتحصل معايا بقولها لكم، مش بضحك عليكم الحمد لله. ووزنت قدامكم عشان تصدقوا. فانا فرحانه جدا 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 جدا. انا مكمله لسه 10 ايام، وهخلص 10 ايام وهوزن تاني واشوف نزلنا قد ايه. كده انا كنت 107 و600 جرام في الاول خالص، او 108 تقريبا، فدلوقتي 100 و900 جرام، يعني قولوا 101. خسيت 6 كيلو، ولسه قدامنا 10 ايام كمان، باقي قصدي 10 ايام، هنشوف نزلنا قد ايه. وبس كده راح اشوف حمار بقى، وهشوفكم بقى اليوم هنعمل ايه مع بعض. صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قمت كده شربت كوبايتين ميه، وعملت كوبايه نسكافيه. تمام كده، انا صحي بدري شويه بسبب عمار. بس شفت كومنت بصراحه ضايقني جدا، يعني ان مش عارفه مدام ولا انسه بتقول لي انا من ساعه ما شفت قناتك وانت زي ما انت. حبيبتي احنا لسه بادئين دايت بقالنا اهو 3 اسابيع. تمام، وبعدين حضرتك شكلك ما بتشوفيش الميزان، وما شفتيش مقاساتي. تمام، اختلفت ازاي؟ فمعلش يعني انا مش مستنياكي تيجي تقولي لي انت خسيتي ومش خسيتي، وبعدين انت بتقولي لي انت بتاكلي بلاوي. عموما شكرا جدا جدا لذوقك، باكل بلاوي وما باكلش بلاوي، دي حاجه ترجع لي.
والحمد لله انا ما بضحكش على الناس وكل حاجه قدام الناس، حتى بوزن نفسي قدام الناس تمام. فانتي مش تيجي بقى قاعده كده على الكنبه يعني وماسكه الموبايل وتكتبي وتجرحي في الناس وخلاص. انتي ما تعرفيش احنا بنتعب قد ايه عشان نصور، عشان نطلع حاجه للناس تفيد الناس. انا عندي بيبي شهرين وبنت سنه وشهرين، وبرضه ملتزم ان انا نازله للناس كل يوم فيديو عشان يشوفوا انا بعمل ايه وخسيت ولا لا وبعد الولاده. وان كفايه عليا ان الناس تدعي وتقولي ربنا يكرمك وانتي بتشجعيني، لو واحده بس قالت لي الكلمه دي انا هكون مبسوطه جدا جدا. فيا ريت بس الناس بس اللي بتكتب وتجرح في الناس من غير ما يحسوا بيهم، يا ريت بس قبل ما تفكري تجرحي ولا تقولي كلمة بس بلحظة فكري كده مع نفسك، انا هجرح الانسانة دي ولا لأ. تمام كده، معلش يعني انا لو طولت عليكم، بس بصراحة الكومنت ضايقني ان هي بتقولي انتي بتاكلي بلاوي مش بتاكلي بلاوي وانتي زي ما انتي، يبقى انتي بقى بتشوفي شي مزين. تمام كده، ف والله احنا بساعة ما بدأت واحنا قلنا ان احنا عاملين تحدي تخسيس 10 كيلو، والله احنا لو طلعنا من الشهر 50 كيلو احنا الكسبانين، احسن ما نطلع زايدين، ولا انتي ايه رأيك؟ حول الله يا رب. عموما يا بنات انا خدت كوبايه النسكافيه دي وهشوف بقى هفطر ايه، وخلينا نشوف بقى يوم مع بعض عامل ازاي. بصوا كده يا بنات، الفطار ان شاء الله النهارده هيكون شوفان بالموز. تمام كده، ده فطاري انا، ده فطار سمسمه بيضه، فده فطاري انا شوفان بالموز بربع كوبايه لبن خالي الدسم بمعلقه سكر. تمام كده، دي وجبه الفطار بتاعتي، فهنفطروا انا وسمسمه وهنشوف بقى باقي اليوم مع بعض هنعمل ايه. بصوا كده يا بنات، انا خدت سناكس النهارده الموز ده بعد الغدا بثلاث ساعات كده. تمام كده، وهلعب على التريد ميل وهلعب زومبا ان شاء الله نص ساعه ونص ساعه، يعني ساعه يكون عمار نايم وهقوم يعني العب الرياضه دي. فهاخد السناكس ده وهنشوف بقى العشاء هيكون عباره عن ايه. بصوا كده يا بنات، الغدا بتاعي النهارده هيكون 3 بيض مسلوق، هو البيض ده حجمه صغير، وطماطم اللي هي الشيري الصغيره دي، وربع رغيف. العيش ده كان عندي مقطوع فقلت حرام عشان ما يترماش، فكونت يعني ربع رغيف. تمام كده يا بنات، فخدت 3 بيض وطماطم شيري، ده غدا النهارده. واسفه طبعا على غدا امبارح ما نزلش في ال، وانا بمنتج الفيديو ما نزلش، انا اسفه. هو كان عباره عن تمن كبده بفلفل وتوم بمعلقه زيت واحده وربع رغيف برده امبارح. تمام كده بنات، فهو ده كان غدايا النهارده. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه طول اليوم عشان وزنت تاني النهارده، فالحمد لله الحمد لله يا رب. فهو ده غدايا بقى، ونشوف بقى اليوم هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى يا بنات، العشاء ان شاء الله هيكون كوبايه شاي بلبن. تمام كده، ومعاهم 5 تمرات. انا ليه مقلله العشاء؟ عشان احنا داخلين على صيام، يعني هنصوم وقت كتير، فلازم نقلل في وجبه العشاء عشان ندخل كده واحنا معدتنا مهيئه ان هي بالليل مش بتاكل كتير. فهو ده هدف ان انا مقلله العشاء خالص. تمام كده بنات، فهو ده كان عشاء النهارده، وكده اليوم 22 خلاص ووزنت فيه تاني بقى معلش. فالحمد لله، ويا ريت الناس تصدق، ويا ريت الناس قبل ما تجرح بس في الناس تفكر تقول الناس دي بتعمل كده ليه او ايه السبب. هو كل غرضي ان انا اخلي كل بنت توصل لهدفها وتحس احساس فرحة نزول الوزن، بس هو ده هدفي. والحمد لله الحمد لله البنات معايا على الجروب تشهد بكده. فبس كده الحمد لله على كل حال، والحمد لله على الوزن اللي وصلت له ولسه كمان مستمرة. فاستمروا يا بنات، استمروا، الموضوع يستاهل ان احنا نتعب، استمروا بجد. واشوفكم بقى بكرة ان شاء الله، والسلام عليكم.